السلام عليكم. الكل شاف هاد الضجة اللي نايضة على الريد بيل، وفي وقت مبكر يعني مازال ما دوزاتش بزاف، ماشي 10 سنين، ماشي 20 عام، ونبهة صداع كامل. علاش؟ أولا لأن المصالح ديالهم تقاسو، يعني العيادات. ثانيا لأنه المجتمع نسوي للمجتمع، ولات فيه مركزية حول الأنثى، فبالتالي تنقولوا مجتمع تيدخلوا فيه رجال وعيالات. داكشي علاش تلقاو اللي تيدافعوا واللي نايضين ضد الريد بيل تلقاهم حتى رجال نايضين. فشكون هما هاد النوع هادو اللي تينوضوا، اللي عارفين اللي معروفين عندنا كاملين، هما السيمبات اللي تيبقاو يتبحثوا اللي فيهم تاع النابيت وفيهم الحلابة. وكاين واحد النوع اخر تا هو من هاد بني كلبون اللي تا هو داخل نوض الحيحة على الريد بيل، بحال هذاك اللي تيقول تريد الهديل. المهم الشباب راهم قاموا بالواجب معاه، ولكن شنو اللي تيخلي هاد النوع ديال الرجال اللي هما تيكون هو اصلا ماشي مفيش التعناد، ولكن نايض ضد هاد الثقافة هادي، شنو اللي مخليه ما عجبهش؟ فهاد هاد النوع هذا ديال الرجال تلقاه في الغالب تلقاه متزوج وعندو وليدات، ولا يلا يتزوج، هو تيأمن الحب، تيأمن الحب الرومانسي وبأن العلاقة. المهم هادشي كامل تنقولو حنايا، داكشي مكاينش لأنه هو مازال مدايز عليه حتى شي حاجة، فبالتالي تين فيها خاصها حتى تدوز عليه. ثانيا غالبا تيكون هاد النوع هذا تيكون هو اصلا مقولب في ديك العلاقه، يعني مدوز المزير ديال الجنسيه، واخدها مرتطمه بالحائط، اختارها من مقبره الفياله، خرجها هو عتقها. داكشي علاش ما تتقبلش، وهذا منطقي، ما يتقبلكش انت تجي تبدا تقول لي بانك راك تقول انتي راك الحياه اللي انت عايشها، الحياه الخرائية، تقول انت فيها هادشي كامل اللي عند فاتي راه في والو، انت راك ما ديتيش هاي فاليو وومن، فهمتي؟ يعني ما تيحملكش، داكشي علاش تيهاجمك وما تيتقبلش الحقيقة، واخا هو تيشوفها بعينيه لأنها تتمرضو في حياته ولا تقبلها. فمن الأحسن ليه أنه يرفضها، وأنه يقولك انتوما الذكوريين وكدا وما عارفينش وكدا، حتى هو يبدا يقولك نفس الهضرة اللي تيقولها النسويات. علاش؟ لانه وحنا تنشوفوهم تعرفوهم شخصيا تعرفوهم، والمشكله انك تلقى هذاك اللي دابا انايا بهذا الشيء كامل اللي في راسي تتبان لي حياته كامل، تعرف انا الشيء كامل اللي علاش تزوجت به، علاش اخترته هو، علاش. وكاين اللي مثلا عددو تعرف علاش هذيك يعني قبلات به هو التعدد، علاش كلشي تعرفو، ولكن هو راه مستحيل يتقبل هادشي تنقولو انا. وداك الشيء علاش حتى حنايا ملي تنعرفو شي واحد ماشي معاك في الفكره، فبالتالي ما تبغيش تنغص عليه حياته، ما تبغيش تصيفط ليه شي حاجه ديال الريد بيل، احتراما لديك الحياه اللي اختارها هو، سواء خرائيه ولا المهم كيما باش ما كان عايش. المهم تحترم تلك الحياه ديالو، هو اختار يعيشها هكاك، مرا اكثر من 30 ومطلقة، وهذا هو داخل ديك الفكرة ديال ما فيها باس، فهمتي؟ فبالتالي الى بغيتي تطور يعني النقاشات تتلقى هذا النوع هذا ضدك، ما يمكنش يتقبل الفكرة ديال انه هو راه قول. اما البنات حاجة طبيعية انها تكون ضد الفكرة ديالنا، لاش؟ لانها مصلحتها في الزواج، وحتى ملي تجي مثلا تشوف الاشياء اللي تي مثلا تجي دير لك شي بنت شي من تاكتيك، تتشوف انت شنو تقول عليك باش زعما تحتقرك، شنو تقول عليك، شنو الهضره اللي تقول عليك، تلقاها تقول لك شنو، تتاكد على الهضره ديالنا حنا، تبدا تقول لك حاضر وانت ما تديها لك حتى شي وحده بيطالي، ما تديها لك لا ميمه ولا صغيره، انت عاد تقول لي خذها 16 خذها 18، انت شكون اللي ديرها فيك يا المغرب، خذ تاخذ فلوس كونيكسيون مع الباب. فبالتالي تلقاها تضربك في هذه الاشياء اللي حنا تنقولوها، تنقول بانها مصلحجيه، انها تبغي
تبغي المال، تبغي انها تضرب على الهيبه الكامي. فهاد الريد بيل هادي ملي من ظهرات والمجتمع اصلا غرق في الفساد. ظهرات الريد بيل يعني قبل اشهر، هادو اللي تيهضروا عليها راه في الغالب غيكونوا عرفوها قبل ايام. حنا براسنا واش تنعرفوا الريد بيل يعني قبل سنوات، مؤخرا عرفنا الريد بيل، ولكن المجتمع اللي كنا عايشين فيه كانوا فيه هاد الظواهر كلها تنشوفوها. اللي جات الريد بيل تقول لنا شتي هادي سميتها ثقافة القرد. دابا الا مشيتي لواحد الفيديو ديالي مثلا ثقافة قرد ناجح وهيبرغامي شي حاجة بحال هكا، واحد العنوان، هذيك البنت حطات المشكلة ديالها. ولكن منين جينا حسب ما تقوله ريد بيل ناقشوا هذاك المشكل ديالها، لقينا بان ريد بيل هي عطاتنا مصطلحات شنو غنقولوا على هذه الحاله ديال هذه البنت، شنو دارت، شنو نقولوا. مثلا ملي تقول لك ريد بيل تقول لك ما تساعدهاش باش تطور نفسها، ولكن هذا الشيء هذا راه شفناه في المجتمع، عديد من اشخاص اللي وقعوا لهم مشاكل عاونها، حتى وعندنا اصدقاء. مثلا عندي صديق اللي ساعدها وفي الاخر تتكركب المستوى ديالها تيطلع، تتصافي تتلوح كتضرب كتوش. فبالتالي ما جات لك شريت بيه شي حاجه جديده، هي شرحت لك شو واقع قدامك وعطات المصطلحات، فهمتي. بحال مثلا ملي تم اكتشاف النحو، النحو ماشي شي حاجه جديده، وانما استخرج بالاستقراء. النحو كان يعني الفاعل كان مرفوع مفعول به منصوب، راه هذه كانت، ولكن ما كانتش شي حاجه سميتها في الجاهليه عندهم شي حاجه سميتها الفاعل مرفوع مفعول به والحال، وهذا يعني هذه المسائل هذه ما كانوش في الجاهليه يعترفوا بها، ما حتى شي واحد ما هضر عليها. ولكن بالاستقراء تلقى بان هذه المسائل كانت مطبقه. وكذلك مثلا في علم العروض، هذوك البحور الشعر والتفعيلات، فاعل وفاعلات، هذوك البحور كانوا الجاهليه كانوا تيطبقوا هذوك التفعيلات وتيعرفوا كل بحر والتفعيلات ديالو، ما تيخلطوش المسائل، وداك الشيء كان عندهم في دماغهم، يعني كانوا مجهدين بزاف هذوك الناس. جات الريد بيل عطاتنا اسماء ديال شي حوايج اللي تيوقعوا قدامنا، صافي ما جبتلكش شي حاجه جديده. فمثلا هاد البنت هذه اللي كتبات هاد المنشور هذا، اختها واش انتي دابا انا غادي ندير هذا ما غاديش نقراه، انت دير بوز وقراه. هذا الشيء هذا جات ريد بيل وقالت لينا شتي هذه راه سميتها هيبرغامي، التزاوج الفوقي. هذه بنت كتبات هذا الشيء بيديها، هي ما عرفاش، هذه البنت اللي كتبات هذا الشيء ما عرفاش. وحنا حتى حنا من قبل الحبه الحمراء ما كناش عارفين، ولكن كنا ديما تنقولوا بانها ديما تدبر على ما حسن وكتباتو مشات لواحد حسن منه، فهمتي. وهذا جات ريد بيل قالت لك هذا سميتو التزاوج الفوقي، هادشي راه مخلوق في الفطره ديالها، ما فيه ما عندك فيه ما تزيد ما تنقص، فهمتي. فهي تضرب على راسها طبيعه الحال. وحنايا جات ريد بيل قالت للراجل انت اخويا واش ما تتحملش راسك، علاش انت ما تفكرش في راسك، علاش انت ما تضربش على راسك، صافي. هما ما بغاوش هاد القضيه ديال انت تعيق وانت تفيق وتولي حتى انت تضرب على راسك، تولي تفكر انت في مصلحتك، وتولي تفكر انت في شنو هي داخله في هذه العلاقه، شنو انت رابح من هذه العلاقه، شنو غتحط هي في الطبله. ريد بيل قالت للراجل انت اهتم براسك، حتى انت يا حاول تطور من الشكل ديالك، حتى انت علاش هي اللي غتبقى دير فلوسك تقاد سنانها، انت قاد سنانك، علاش انت غتعطيها الفلوس ديال الصدقه، عطيها الملايين وهي تقاد سنانها في الاخر طلب الطلاق. يعني قال شنو دارت هي، تطلع الاس ام في ديالها، طلعت الشكل ديالها لواحد الرونج باش تولي عاوتاني طالبه واحد احسن منك نتايا، كل ما طلعت هي كل ما تيخسر واحد اعلى منك، فبالتالي عطيها رزقك وداكشي ما مضمونش ديك العلاقه اللي انت داخل فيها ما مضموناش. مثلا هاد السيد هذا دير بوز مثلا وقراها عاوتاني شنو مكتوب هنا، الى بالك هذا اللي دعم هاد البنت هذه حتى ولات معلمه، وفي الاخر كب على كرش الماء. حتى هذا راه جات ريد بيل تقول لك ما تعاونهاش باش تطور راسها،
لأنها ترتفع القيمة ديالها. خاصك تكون شوية ذكي وتتعلم من الأخطاء اللي وقعوا قبل منك. الناس قبل منك داروا نفس الخطأ ومشاو بهذه الفكرة ديال حنا نفس واحدة، حنا هي نصف الآخر، فهمتي؟ وفي الآخر في الآخر تخور، ما كاين لا نصف لا سيدي زكريا. تقول لك ما تفهمناش بكل برودة، ما تفهمناش الناس كلها شد الطريقة. الآن في هذا المجتمع اللي حنا عايشين فيه ديال هاد انستغرام وتيك توك وهذا الشيء، هذا السوشيال ميديا، الفساد انتشر فيه بواحد الشكل يعني رهيب. العراق بزاف واحد الدرجة ما تصورش. علاش؟ لأنها دابا هي ولات عندها الحرية المطلقة باش تستخدم النفوذ الجنسي. هاد النفوذ الجنسي عاوتاني هاد الكلمة هادي جات ريبيلي عطات غير هاد المصطلح، هو هاداك الشي راه واقع، انت كنتي راه عايش وسط منه. هي كانت تدير ما بغات بالجسم ديالها، يعني من بعد ما يعني في السابق راه كان الحجاب كان النقاب، ولكن دابا تنهضرو على الوقت اللي حنا عايشين فيه دابا. شنو تتشوف بعينيك ملي تمشي للبحر، ملي تمشي للغابة، يعني في نهار ديال رمضان انت صايم وتتشوفهم في الطريق تبرجات وتلبسوا العراو، هادشي بلا ما نهضرو على الاماكن ديال الرياضة. مثلا النصال ديال الرياضة راه تيمشيو تقريبا عريانات، وقول عريانات غير مزوقة، اللي هي مثلا اللون ديالها البشرة ديال اللحم ديالها قهوية، لابسة الغوز صافي. فبالتالي هما دابا هادي الوقت ديالهم باش يستخدمو النفوذ الجنسي، داكشي اللي عندها ولا تتبينو. علاش؟ على ود المادة، على ود الفلوس، على ود باش تلقى شريك جنسي هاي فاليو مان، تلقى واحد عنده قيمة سوقية عالية على حساب المعايير ديالها هي. حنا تنقلبو على الصغر وعلى الزين ديال الوجه ديال الجسم وعلى العفة، وهما تيقلبو على واحد اللي هو عنده مكانة اجتماعية عالية مرموقة وعنده الفلوس والتشكل ديالو يكون مقبول. وهذا القضية ديال الشكل ديالو مقبول راه هو الغالب في المجتمع، يعني تبقى خاصك غير العاقة، خاصك غير الفلوس، فهمتي؟ دير بوز وقرا هاد الشيء اللي كتبات هذا على ود على العرا ديال البنات في النهار ديال رمضان اللي داز اللي عاد داز. فالريد بيل اللي جات لك بهاد الافكار هادو هي باش تفيق الراجل، تهضر تقول ليه ديها في راسك، اهتم براسك وتطور من راسك، حاول تعلي من الاسم ديالك باش تستطع انك تنافس في هذا المجتمع. شنو هما بداو تيقولوا لينا انه هذا الشيء ثقافه غربيه داخله على مجتمعاتنا الاسلاميه المحافظه. اش محافظه؟ هو حليمه شنو محافظه؟ نتوما تتعراو في نهار ديال رمضان سميتو هاد القاعات ديال المساج دابا ولاو تنتشروا، تيجيونا لي بروموسيون في التليفونات، تدخل الفيسبوك تجيك لي بروموسيون، تدخل ماركت بليس تجيك شنو واقع الاثمنه وكل شيء تيجيك من المحافظه. فهي كتبغي ديما سبحان الله العظيم ديما كتبغيك انت تبقى مغفل مكلخ باش هي دير ما بغات، تستخدم النفوذ الجنسي باش توصل لهذاك الشخص اللي بغات، وحتى من بعد ما تعيش حياتها حتى تقلب وتشقلب في الرجال تعيش حياتها وتشبع. حيت حنا ملي تنقولوا المرأة فالمرأة راه مقسمة لي طرونش داج، راه بنت 16 راه بدات تكون عندها علاقات. فملي تنقولوا راه تبغي واحد البيت بوي راه حيت نهضروا على تقدر تجي وحده عندها فايته 26 عام وتقول لك لا انا ما بغيتش البيت بوي، ولكن هي ملي كانت عندها 16 يعني قبل 10 سنوات راه كانت تبغي واحد الدري اللي هو بوكوس كتا قوي بيز ومطار، فهمتي؟ هذاك راه كانت تبغيه حتى هي في واحد السيقطة اج ديالها. فما تخليهاش تبدا تنكر شي حاجة اللي هي حقيقة تشوفها. ملي تنقولو المرأة راه تنقصدو جميعا من 14 وانت طالع حتى 50 عام، راه كلشي داخل غير هو كل طرونش وسميتو عندو ميول ديالو شنو باغي. راه ملي كتفوت واحد السيقطة اج راه كتولي باغا الاستقرار، تقول لا بغيتو انا يكون محترم، ولكن هي راه دوزات الدرديك الزناقي دوزات كلشي دوزات، فهمتي؟ عادي كتجي تقول لك لا ما كاينش داكشي،
مي دير نجيب شي وحده تقول لك تهضر لك بالدين، سولها على لاج ديالها. راه حتى حنا بغينا الدين، راه الريد بيل ماشي ضد الزواج، راه الريد بيل هذه هي الفرصه ديال المجتمع باش يتقاد الا بغيتو يتقاد، فهمتوا؟ الا بغيتي هذا المجتمع يتقاد هذه هي فرصه. علاش؟ لانه حتى شي واحد ما قدم شي نتيجه هاد الطول هاد 60 عام اللي النسويه تتهضر فيها، وتلقاو غير اللي تيجي مع النسويه، حتى هذوك الدعاه اللي تيهضروا مع النسويه. حتى مثلا ياسين العمري راه قلت الاخوه بلا ما يهضروا عليه دابا لحد ما يضاد الجعل عند الشيخه، فما خصناش نساندوا الاخرين، ولكن حتى هو راه هضرته راه مع راتي النسويه اللي تيبقى يتبحلس في ديك الهضره ديالو، راه باينه حنايا الهضره راه تنوزنوها، شكون اللي مع شكون اللي ضد، ملي تيجي باش يهضر عليك انت تيتكى عليك ما تيرحمكش، ولكن ملي تيجي عند امه ما تيبقى يدير ديك عامره خاويه ويبقى يتحلول. فحنايا هاد المجتمع تنشوفو بانه شي واحد ما تيدير شي تيقدم شي نتيجه ولا شي مجتمع اسلامي، تنشوفو راه ما كاين حتى شي حاجه. زعما المراه ما بقات واجب عليها تجاه زوجها حتى شي حاجه، ولكن الراجل مازال واجب عليه داكشي اللي كان واجب على جدو تجاه مراته جدها، فهمتي؟ انت دابا حنايا ملي جينا حنا باش نديرو شويه تولي البنت تولي تضرب الحساب لديك الثقبه ديالها تحضيها، لانها هي اللي ما تبقاش تقول لي راه بحال الدري بحال لا واش هو تيزني ولا ماشي هو تيزني، ولكن انت اللي عندك هذاك شنو نسميوها بورتو برانت مثلا، انت اللي عندك البلاصه اللي فيها الدليل. انا ما عنديش الدليل، واش قلب كان درت قلب واحد الان سميتو الذكر ديالو القاضي ديالو، انت اللي عندك الفرج، انت اللي عندك واحد البشوره تقبات، بالتالي خصنا نشوفوا البلاصه اللي فيها الدليل. انت خصك تحضي هذوك ديك التقابيل اللي عندك شديهم، واش هاد السكرينات كاملين اللي خرجوا ما قدوكمش باقي تقولوا لينا المجتمع الاسلامي الممارسه من الدبور والنصان كل شيء، هادشي راه ولينا حنايا حنا واخا الاصل فينا حنايا الحياء والحشمه، ولكن راه تنخرجوا شي سكرينات ولا نقولوا شي هضره غير باش الواحد ما يبقاش يكذب علينا وما يبقاش ينكر الواقع، باش تقول ليه انت ها هو الواقع وشوفه وها هو شوفه تخشي ليه في عينيه باش يسكت ما يبقاش ينكر. هاد الجوج هادو راه تيبانوا ليكم من تيخرجوا بحال هاد العينات في المجتمع تيهضروا تينوضوا هاد الجا ويديروا الكوز، اش من علاقه بالمجتمع الاسلامي؟ هادو راك شفتهم بلا ما نسمعكم الصوت ديالهم باغيين يتزوجوا، قال لك بغاو يتزوجوا بواحد بجوج ليهم يكونوا مع واحد بحال ديال الفواق ديال 50 درهم. المجتمع الاسلامي معانا بين غادي يتزوج مثلا هاد الزوج هادو تيديروا التشالنج ديال الطلاق، زواج الطلاق قبل الطلاق وبعد الطلاق، هادي اللي غادي يتزوج بها نتاع، وهذا هو المجتمع. واش هادشي كان في المجتمع الاسلامي قبل النسوية؟ وهادي الافكار اللي دخلات للمجتمع، فبالتالي ضروري خص تبان شي افكار اخرى تقول للراجل واش انت غادي علاش انت غادي تانفيستي في هاد المرا هادي تحط رزقك، شحال انت خدام، شحال انت تقرا وتعطيها وتصداق وتعطيها مع وحده هي اصلا العقليه ديالها فيمينيست ليبراليه باغا تزوج بك على سنه الله ورسوله باش تحافظ على ديك المكتسبات ديال الشرع، صافي هي العلاقه ديالها مع الشرع. فين هو الحجاب؟ علاش داير هاد المكياج؟ ها تجي انت تعطيها رزقك باش في الاخر تكركبك نتايا وتاخذ عاوتاني المتعه على سنه الله ورسوله، تاخذ معها شحال من مليون وتمشي عاوتاني لواحد اخر. انت خصك ما تهضرش على المطلقات، الا هضرتي على المطلقات فهذا الفكر داخل على ثقافتنا وصافي خوري انتيا وصافي، انت بغيتي ديري فيا ما بغيتي وصافي. ثقافتنا عاد بانت لك ثقافتنا، واش تهضروا نتوما في الجروبات ديالكم المواضيع اللي تيناقشوها هما هادشي اللي باش يهضروا؟ واش انت منين غتجيب هاد البنت اللي غتزوج بها الا كان الجروب نايض فيه هاد الهضره هادي تبعات من 132 وحده، ايوا انت تجيب هاد البنت هادي غتصنعها حتى هي داخله في هاد المعمعه كتعرف فيها هاد الشيء كتقرا في هاد المدرسه هادي ديال هاد الجروبات، فاش كيقول لك غادي نعملوا لك غير من الفوق و من الفوق لفوق، ما راه بعيد ليكرا قرب شويه
من بعد كتحس بيه شاه ليك كامل ويضحكوا على هذه القوم مجمعين معاها، هادشي اللي تيهضروا عليه. وسيمتى تزوج بهذه اللي عندها التفكير هذا؟ في الخط تقول لك لا، كاينين بنات الناس الذكوريين، سيريا الفاعلية التاركية هادي. الريد بيل جات هي باش تقول لك يا خويا طور من راسك، يا اما هي بغات تكون عصرية بحال هادي حتى انت تكون عصرية، ماشي انت. يا شوف دابا هادي اللي موراها، شوف دابا هادي اللي داير، انت يا باقي عايش بحال هكا، وانا راه جدها هي كان بحال هكا، فهمتي؟ ها انت في نفس الطريق، في نفس المكان، في نفس، فهمتي، في نفس الزمان والمكان. شوف هو، شوف الراجل كي باقي داير، شوف هي كي ولات تدير عمليه تجميل، تتقاد هادي. دابا هادي مين دازت من حدا هذا ولا حط شي حاجه تبيعها هنا؟ واش ممكن تنشا علاقه حب ما بين هادي وهذا؟ لا ما يمكنش. علاش؟ وريت بالك بان هادي راه الرادار ديالها ما تيشدش هذا وهذا، راه تيشد واحد، حتى هو راه حط واحد الطوموبيل على برا هذا ولا دايره معاه اصلا، تلقى مع ديك الكافي، هذاك هو اللي تيديتيكتيه الرادار ديالها. اما هاد بو جلابه هذا اللي داير بحال جدها، راه ما شافتوش كاع، راه انفيزيبل، فهمتي؟ هذا انفيزيبل. ولكن هي ملي تلقى شي واحد اللي بغاتو بديك الشكل اللي بغاتو، وعندو الطوموبيل وهذا، غاتبغيه مثلا، غاتبغيه يكون تقليدي في العقلية بحال هذا، بحال جدها وجدو، فهمتي؟ هو تيآمن ديك اللعبة ديال القوامة، راه عليه هو، هو الراجل، هو اللي خصو يخلص، وهو اللي خصو كلشي عليه، وهي ما عندوش علاقة بفلوسها، وهذا هو الرجل الحقيقي، الرجل ديال الصح. كيما تيقول لك البنات دابا منين داخلين في النقاشات على الريد بيل، داخلين على القضية اللي لاعبين على هاد الوتر ديال الشهامة والرجولة والراجل ديال الصح اللي يبغي المرأة تخلص عليه، راه ماشي راجل، فهمتي؟ انت دابا غادي تبقى تعرف بانه كلشي داير على العاقه، كلشي داير على الفلوس. فريد بيل تقول لك الا كانت هي عصريه كنت انت بعقليه عصريه، هي تتقاد راسها، وهي اصلا راه خاصها دير الحجاب، ولكن دابا الوقت تبدلات، وهي عايشه بحال اليسا وبحال هيفاء وهبي وهذا. انت هي وانت قاد راسك، سير ديها في حالتك، ماشي تخدم تجمع العاقه تعطيها ليها هي باش تصاوب سنانها وتصاوب ودير عمليه شفط الدهون ودير الغمازات وتقاد، فهمتي؟ وتصاوب هذا وتولي انت كاع ما كتبان بحال وحده، راه قالتها عين باين، قالت لك راني قاديت سناني وفي الحقيقه وديك الفلوس خسرتهم على راسي، وليت نشوف راسي نستاهل احسن منه، عين باين. حتى انت الا كنتي قرع سير قاد زرع الشعر، كان عندك سنان عوجين، شي سير قادو، سير تريني، دير رياضه، قاد الجسم ديالك، تمشى، واقف، كل اكل صحي، اديها في راسك اصاحبي. هاد من بعد ديك الساعه راه قبل ما قلت لك ما تزوجش، ولكن قالت ما تقولبش ملي تعرف شي، تعرف راسك داخل باقل خسائر، داخل بشي علاقه رابح، عاد صدم. بغات هي تكون هكا رجل في الاسلام ورجل ليبرالية، ما بغيتيش الحجاب، ما بغيتيش هادي، حتى خلاص غادي تخلصي في تيفيسي. هاد الصورة هادي علاش قلت لك كاين، يعني كاين في البرازيل، هادي راه ملي ولات تخرج هكا بهاد اللباس هذا، راه الصورة انا اللي خبيتها، انا اللي بغيت نوريكم كلشي مؤخرا ديالها، راه عارفين شي 50 في لاطاي عندنا، وفرق كبير ما بين الخيصر وما بين لاكغون طاي. هادي فين تتمشي؟ هادي بان الاسلامي ها؟ وفين هذه البلاصه؟ ما بقيتوش كتعرفوها، ما بقيتوش تعرفوا شنو البلد هذا. وكي دارت تخرجت هذه تسالف هذا المكان، هو اصلا هذا المكان تاع القرار، يعني بلا ما رجعت ما بوقهاش ومات. وكي جات ريد بيل تقول لك شوف هذه تستخدم النفوذ الجنسي، قلت لي هذه الافكار داخله على ثقافتي، وشنو هذا اللباس هذا؟ هذه المؤخره هذه ماشي داخله على ثقافتنا، باش هي تطيح رجال تستخدم الجسم ديالها. وبهدلونا قدام العالم كامل، كلشي ولا كلشي ولا عارف المغرب بالعربية، تعرف حزق الله رب، ما الفايدة حتى حاجة، ما تفيدها حتى في التليفونات المغرب، في آخر الشهر ما تقعدش درهم، ما تفيدها حتى في الماكياج اللي كدير، والله ما تقدها، هادشي خاصها تمشي تفسد. أنا بغيت هادشي تقطع، المغربية توقف ما تشطحش في المراقص. علاش المغربية تشطح في المراقص؟ علاش كتمشي من اول البلد الى اخر البلد تلقى المراقص كلها مغربيات؟ علاش ما تلقاش جنسيه اخرى؟ تقول لي الفقر، الناس عندهم الحروب،
عندهم اقصى حاجه ما ما ما, ما ترضاش تخدم لك في هذه المسائل هذه. هذا تيهضر معهم الامارات وتيهضر معهم الشهاده انه مراكش كلها عمر المغربيات يعني شو هول قدام العالم كامل هادشي كامل مابانش هادوك اللي قاعدين دابا تيقولوا ثقافه داخليه على مجتمعاتنا وجبتوا هذا الافكار الغربيه واش انت انسان ممكن يقال انت خارج كولون ماشي فيك دابا الكولون اكثر كولون قديم مابقاش يعجبو دابا ولا تيمشي تلبسو الكولون اللي مخشي داخل فيها كيفاش خرجتي انت هذا الكولون هذا غادي ليه قدام الرجال ومازال كتهضر على مجتمعاتنا الاسلامية فبالتالي انت جات هاد البيل هادي اللي كتقول لك شوف راه طول بك غاتخدم هذا تخدم الجسم ديالها باش تاخد ديك الموارد ديالك وتكبرك هي ما عجباش الحال خصك انت تبقى مقول تبقى مزرف خصها تطلقك ودي عليك حفلة ديال الطلاق وتاخد المتعة وسير السلامة يجي وحدة أخرى وتالي وتبقى تنشر الكلام ديالهم علاش المطلقة مالها ما علاش الله والرسول تزوج المطلقات فهمتي تيدخلوا في هذا الدخل هذا الشيء اللي هضرنا عليه وبغينا نعاودوه واحد دابا بغيتي يتزوجها وحده واش انت تسمحي ليه بالتعدد لا بغيتي يتزوج بحده وحده بغيتي ياخذها مطلقه ديك السنين واش خدمت لها واحد اخر وعاد مولاها ولا 10 سنين ولا 12 عام تطلقها مازال دافعه فيه وبقيت واري كي كنتي مطلقه وبغيتي الحلال وبغيتي تسكن وما بقاش تشوف ليا انت هي بواحد هاي غالي ولا وخذ لي شي واحد تسكن معاه يا بوتي عيفه ماشي هو اللي بغى اللي بغى عيفه تدير بالمناسبه ديال الطلاق تحتفل بالطلاق ودابا ولاو هما كاين واحد المنشور ولاو دايرين مده صلاحيه ديال الزواج انت دير بوزو اقرا دايرين مده صلاحيه اذا تدير مع كونترا سي دي دي صافي تسالي المده ديالك انت ولات هذاك اللي كتعرف بزاف ديال الناس ولو محددين دايرين اصلا واحد المده ديال 5 سنين تيكون دير لي صافي وصل للنهائي صافي تكلف نتايا وتاخد هذاك مؤخر الصلاه وتاخد القائمه تقول لك تدير القائمه عندهم حاله في مصر وهاد المصريين عالم تاهما خصهم يوعاو معنا تهضر مع شي مصريين لا 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 ما تيبغيش يتقبلوا الحبه الحمراء قليل هما الحل اللي لقاو هما انهم يكيو بنات مثلا المغربيات ولا ناشرين هاد الفكره ديالهم ولكن المشكله واخا تبغي تفهمهم بانهم راه تياخذوا القمامه راه تمشيو ياخذوا القمامه من بلدان اخرى راه هاد الفكره اللي ما بغاهاش شي واحد ما تتقبلهاش وهادشي علاش تنقول لك هاد النوع ديال البنك الاول اللي هما ما تيبغيش تقبل انه غادي يدخل ولا يدخل في العلاقه اصلا انت فرحان به فين تسوي الفحم زعما الرجال ما فيهاش القربان زعما انت جيتي انت هو حيدتيها من الفم ديال الاسبوع وراه صافي ما بغا حتى شي واحد هذيك راه صافي شبعات راه تدير ليها الشبه واش انت ما بغيتيش تعيق حتى هما هضروا معاك حتى مزمن دخل هاد الثقافة هذيك وتولي تبقى راسك باش تقاد الامور في بلادك واش بغيتي مليون 100 مليون راجل كل ما يجي يتزوج المغرب ما يمكنش وحتى هاد المغربيين باش يمشي يوقع عليهم تما راه انتشر بزاف كيما تنقولو سر ربي اللي عطاها يرفقو البوست مثلا ديال وحدة اللي كانت في حطاطو شحال هادي اللي تزوجات الاول وطلقها تزوجها الثاني هذا الثاني وطلقها ثاني قبل منو تزوجت واحد مغربي وطلقات وتزوجت هذا يجي من الطريق قربو قالو ليها بنت قالوا لها مطلقة ولكن ما تخش بها ولكن لقاها مسرحة وحتى هو طلقها وفي الأخير شكون اللي غيجي؟ ها هو اللي غيجي مثلا ديما تيجي هذا الموقف هذا دابا ولاد الهلفوت تيجينا من مصر وتيجيونا من الأفارقة هو اللي تيعتق هاد الظاهرات اللي تيدوزوها فالأول حتى عرفوها بليزيستوار هادي هي تحقيقية هادي تنصافي هنا تنقرا تندوز على الموضوع مرة واحدة تنفهم شنو كاين هي كانت مدوزة هذا بيك مع الدراري في الدراسة فمن هي صافي شبعات خدات خدات ديك البيضة باش دير ليه عقد كاين اللي تيبغي يسترها فهمتي راه كاين واحد الصحة ديال واحد السيدة الله يوريها لكم هذاك هو اللي تيبغي يسترها تيقول لك دي فيها لاجر سيري يا ولد
شنو مردوخ حيط طرفوش شنو الأجر فتيجي هذا ما يخبر هذا تيجمع قومة من البلدان تيديها وتتجول لك الله يعمى عمار فتعود عليه للبلدان تتعود على المصري تتعود على المصري لك الله يعمى عمار هذا الميساج ديالها تكتبوه بالمصر دير بوزو دير بوزو وقراه راه تشوف شنو تكتب دابا عاد بغات الديبان ديبان تاعها تما كتبغي كلشي هي بغات دوزها صغار وبغات تدوز خاطر تقول لك الله غفور رحيم وكلشي داخل تيساندوها وتيعايرو ديك راه بها اللي تقول حق رسول ولا تلقاه داير العز خدا الصباح ومع شحال ديال الذهب وفي الاخر تيعايرو هو قالك ماشي راجل الا بغيتي تقرا دير بوز اخرى مسكين راه عيات عطوها بغات تدي تدي بنتها المصري موافقوا غادي يعيش حتى الناس يجيبوا له العيش وكاين شي وحدين بحال هكا تيكونوا بهذا وكاين شي وحدين تيديهم تيدوزوا عليهم العذاب القديم فكذلك ملي تنشوف عاوتاني المجتمع شنو فيه تنلقاو بانه الطلاق نسبة الطلاق عالية والطلاق ما كانش السبب ديالو هو اللي تبين الطلاق راه كان شحال هذا نسبة الطلاق راه كانت مرتفعة من قبل ونسبة العزوب عن الزواج كانت مرتفعة كذلك من قبل هذا اللي تبين راه غير هذوك الناس اللي كانوا متزوجوش خداو بحال قلتي عطيتي لا بروف فهمتي الطلاق قالتي لي داري في يديه هو قالتي هضرت له هو تيتكلم حتى هو بالادله وبسميتو احصائيات ارقام تما ولا سيدي مابقاش ساهل فانت غير قلتي ليه راه شوف راه نسبة الطلاق كاينه في الموظفات بزاف راه ما تزوجش ما تاخذش موظفة راه غادي احتمالية ديال الطلاق ديالك اشنو كبيرة صافي ماشي هو حر بغا ياخدها موظفة وما تيشوف قدام عينيه تتقول لي شوف راه هذا هو الغدا ديالك وهذا العشاء بغيتي تاخدها سير خودها الله يعاونك هاهي ها شنو غتولي تاكل موظفة راه 8 سوايع غدوزهم مع المدير ديالها وغدوزهم مع الزملاء ديالها ضاحكة لعبة معاهم ناشطة غاتجي عندك تا العشية كي بغيتي تاكل فبالتالي هذيك نوعية أخرى من هذوك ديك البول اللي تيجيو يحاربو الرزقين هما اللي واخدين أصلا الموظفات أنت ملي كتجي تنغص عليه حياتو تقول لي ها تشوف أنا نهضر لي على حياتو الشخصية تحطاني هذيك الطبلة راه ما يحملش راه السيد ما يبغى يدي العيا فيك وانتوما دايرين انتوما هادو الموحدين انتوما علاش حتى انا صافي انت انتي ضامير وكتقول لي مراتك راه هي خدامة مع الموظفين راه تيلحقوا معاها راه تيديروا معاها هو تيعرف بان هذا الشيء راه صح وراه تيشوف هذا تقاد في الصباح وكتخرج تقاد الدار محطة هذاك الشيء اللي قلت لي راه الحقيقة غير هو ما بغاش يتقبلها بحال هذيك البنت اللي هضرات قبيلة قلت تيجي مع عيالات الأخرى راه حتى ما شاء الله تلقاها حتى هي تخرج متبرجة للخدمة وحتى هو إذا جيت تفضل معاها تقول ليه بأنه الحياة الجنسية ديالك غادي تكون عندك الميزيرية راه ما كيحملكش غادي تقرص حيت الحقيقة قلتيها لي بحال هو كان واحد السر مخبي علاش حنا تنقولو الرجال على المشكل ديال الرجال راه ما تيهضروش وكان تيهضرو غاتوصل للرسالة أكثر ولكن هو تيكونسيتري مع صوب فهمتي مخبي داير معاها كونطرا من ديبار انه غاصك فين عقار ديالها حيت غا نهرسك هادشي راه تقال في سميتو في الجروبات تقال في المشاكل حطوها غير حطو العيالات هو عندهم هضرة عادية كلشي تيقول لك راه بحال كيديرو كيما تيديرو كاع الناس قصد يعني نهرسك نتايا بالليل فين عقار ديالها تخليك تبيكي واحد وفي الصباح غادي تبيكي واحد غدوش غدير الشغالات ديالها الله يعاون عليك فما تنساش غير حد بلي القيصر و الثنين الصباح يعني الطوموبيل دوش بشي خدمة هما اصلا ما نعرفو الناس فبالتالي ما تيحملش انت تقول لي الهضرة بحال ضربتيه و مسكين هو تجيه شي سج في القوات المفرعين فهمتي كتقول لي مالي كدا يعني 15 يوم ما تيقيصرش و هادشي علاش تبدي تولي الخيانة الزوجية و تولي هو يشوف فوق عينيه الناس وهذا فما تيحملش انت تقول لي زعما الحقائق ثم شنو تيقولوا على القصر ديالنا دابا هادشي هذا مكان هادشي هذا ماشي داخل ثقافتنا ولا دير بوز وقرا هادشي تيكتبو على القصر تتصاحب مع واحد هنا تتصاحب مع واحد
هذا ديال العلاج سميتو بوكابي، فهمتي؟ باش انت تحصنتي مع بوكابي ديالك تيبقى لك غير يصير تخيل إذا كان هذا الشيء في سنة تسافت ليك ولا شي نهار تزوجي تمشي يعيشك القرافة ولا شي عشة فوق السطوح وتبقى تقابلي ليه البط البط والفراخ. دير بوز وقراش تكتبو على الميسري هذا شنو هو هذا؟ هادو مغربيات محافظات على ثقافتنا وهويتنا المغربية الأصلية. فالجروبات ديالهم راه هاضرين على هادشي اللي طاقيه البكرة وعلى ولاد المافياج فين كاديتي هادي فين مشيتي فين درتي عملية فين هادشي علاش كيهضرو في الجروبات ديالهم. وهادشي خصك نتايا ما تعرفوش، فهمتي؟ فنتايا ملي تجي تبقى تهضر على المسائل هادي وتبين هاد السكرينات بلا ما تيتقرص تيكون هو مجوج وتيتقرص تيقول لك انا نقول لي اصلا ما كانش عارف حس بها لانها خفيفه، فهمتي؟ حس بانه زر ما باغيش هو يشوف هذيك الحقيقه حقيقه قدامه لانه راه فعلا هي قاعده قربته خدات البلاد بالصداق على اساس انها البيت الماسون على اساس انها عفيفه وحسبوها لك الثمن ديال العمر ما شافها شي واحد. انت واخدها على 30 عام عمرها ما شافها شي واحد، انت هو البطل. هاد الوقت هذا القوالب كتبو فيه بزاف، القوالب بزاف ديال البنات تقول وهي دابا البنت ولا ما عندهاش مشكلة أنها تزرفك حتى دير العقد وتعاقب زعما دابا، علاش؟ حيت تكون زي صالح حتى يتلقاك. داك الشيء علاش تكون هي مثلا تقول وتخلي حتى نهار ديال الظهر تقولها ليك وتقاسك ليه تقول لك أنا غلط وهذا، حتى تحطك أمام أمر واقع. إلا تقبلتيها هو هذاك اللي كتسنى تخويرة ثانية، إلا ما تقبلتيهاش فهي أنت مشيتي تخويرة واحد. فهمتي؟ تزرفك على ديك الفلوس ديال الصداق. فاللي تيقبل وتيشدها وتيبقى معاها صافي ديك الساعة تيتزرف فعلا ومن بعد تمشي تطلقو تاخد تدير على العقد باش تزوج واحد اخر على اساس انها مطلقة. فهما دابا تعاطاو هاد المسائل ديال المكياج الشعر وسميتو العمليات وهذا باش باش انت تقول لك في اليوم تضرب على الشعر تسحب لك انت راك واخد شي حاجة ولكن ماشي مشكل عندها هي انت يوم من بعد تشوفها خايبة وتطلقها ولا تتعب ليك هذاك الوتر ديال تيبغي ولينا تنضرب عقلياتنا تقدر انت راه هضرت على هادشي من قبل تقدر فعلا انت تولي تتبغيها تقبلها هكا وتقول لك هي انايا عقلي عقلي الشكل ديالي بقى تلعب عليك المظلومية وانت غير تتحن عليها وتخليها ديك الخيوبيه ديالها. وهادشي اللي نشوفو دابا في المجتمع تلقى واحد المورس واخد وحدة كوفا علاش مسكين حيت هو شعر بالحبة الزرقاء راه تيآمن بديك الحب الرومانسي ونحي معاها وهاديك راه تسمح ليك حسن وحدة أخرى وهاديك الهضرة الرومانسي كلها. تي عاشر العيالات ممكن يتزوج شحال
أشنيت بابا هذاك المتين دي كابريو دي كابريو راه ميطاو غادي يتزوج، ولكن انت راه هذا بلا تقول لا دي كابريو كاره للنساء حيت غادي يتزوج ذوك الفيمينيست ما تيحملوش دي كابريو حيت هذيك الفكرة ما بغاوش تنتشر، يولي الراجل تا هو تيضرب الهايبر اللي هو وومن تيضرب ذوك البنات الصغارات الزوينات في المجتمع، هذيك الفكرة خاصها تاهي ما تنتشرش. وياك هذا ماشي ياك هذا ما ماشي تيكره العيال تيعجبوه العيال، هذا ما تيسولوه تيقول لهم المواطن بغي الورود كامل العيال تكون بحال الورود، فهي باغا تخدم الجسم ديالها باش توصل لديك المكتسبات ديالها وتقضي مصاريعها سواء في القراية في التعليم في الجامعة سواء في الخدمة سواء هي ما تقولش تقراها من توصيل للجسم ديال الجسم مقابل أي حاجة تقضيها في حياتها، وانت خصك ما تعرفش هاد المسائل هادي، انت خصك شنو المطلوب منك هو انك تكون انت من هذاك النوع اللي يقدر يلبي ليها الرغبة ديالها، وإلا ما كنتيش من ذاك النوع فأنت خايب انت غير حازق شكون داري انت ما تديها حتى شي واحد، انت غادي تبغيك انت تحتاج انت منين تشرف هياس كبير وتشرف وصافي تبغي دير وليدات راه عاد تبغيك انت دير ديك الكاريت ودير ديك شي وليد وتخرج. فريد بين جات وقالت لي شي حوايج اللي انت تشوفهم قدام عينيك يعني شتيهم وعشتيهم ونسى الحوايج الناس قراو معانا والناس قراو معاك انتايا شتيهم كيفاش تيولي وهما راسهم هذا الشيء تيقولوا بيناتهم تيقولوا بان الرجل ما تيشافوش 1986 ها هي شوف كي ولات 2018 شوف هو كي ولا هذا راه مازال درت 20 عام طلع فيه ماشي طلع فيه تحنا 16 اصلا داخله في الهيبر جامي انها تقدر تكبر من شنو هي الهيبر جامي يكون طول منها كبر منها فلاش اغلى منها تيشد اكثر منها في المرتب صح منها صحيح عليها وهادشي راه كله هي تبغي الفوق وحتى انت راه كاين شي حوايج شي معايير خصك تنتبه عليهم جات لك كبير بغيت لك اخويا انت علاش واخدها 30 عام وفايتها مدوزه علاقات وليس دايره في ترهلات وعندها الحبوب وتعاني ببعض الامراض ومرياش ما وراتهمش ليك وسير وسير اخويا واش انت ما عندكش معايير باش تختار واش انت شايف في هذه الكره الارضيه واش انت تضرب على راسك اخويا دير شي معايير ديالك حتى شوف الراجل علاش متيبغي واش متيبغي تجي البلوكي وتجي وهادو تيقول لك لا الحب والرومانسيه وهذا شوف تبقى تتبع الاغاني والمسلسلات تشوف الكليباس ديال هيفاء وهبي وشوف وشو سير شوف هيفاء وهبي اللي تزوجات تلقاها المليونير فلان الملياردير دير فلان رجل اعمال فلان اعطاها اهدى ليها شقه فخمه في قلب بيروت هذا اعطاها الملايين وفيهم هذاك الكليباس ديال هذا تزوج بواحد حازم ما كاينش شي واحد ما بلاغاش ليه في حياته شي واحد حاصل وانت تيبغيو انت هو اللي تبتي قبل شي انها صافي غادي تجي تقبل عليك هو ما تيشوفوش تيشوفوش في تشوفه هي تكون انت اللي حاصل انا تيديوهاش فيك فغير كيف جات لك السيد شوف راه العمر ديالك انتايا الحال نبي ما حدو تيتزاد في العمر ما حدو تيتزاد الجودة ديالك وراه العمر ديالها هي بحال الحليب تيتزاد العمر ما تيتزاد الخبز وتيخيب فهادشي هذا راك شتيه وكان معروف منذ سنين هادشي هذا ما زاد الرتبي ما زاد حتى شي حاجة عطاتك غير مصطلحات فقط وقالت لك واعيق وافاق وبزاف هادشي هذا وهضرت مع السيد باز قالت لهم بزاف طيحتو براكو ورجال وراحنا لاعبين ناقصين الوقت راه مزيرة وتعاونوا تعاونوا مع خوتكم طيحين البل وكي باغي تنحس ليها رجليها وباغي تكون كلب مكسر ديال التعليقات وهاد الشيء هذا الجينات هادي واش منين جبتيهم هاد الجينات ديالك انت واش خوك كان بحال هكا جدك كان بحال هكا ترجل معانا وكاين واحد عاوتاني بديت نقول نختم بيهم لان انت هما متيحملوش هما صحاب قوس قزح حتى هما راه متيحملوش الريتين واحد هما بانيين بالقهوة جنب الفيمينيست وجنب الباغيات تيسان بهم من أصله راه بحالهم بحالهم بحال بحال سواء من صحاب قوس قزح من البنات ولا من الدراري لأنه غيبقي ضد المسائل فهذه هي فرصة للمجتمع باش يتبادل لك الماضي إلى تيابا حنا وصلنا للحضيض
دابا تاني تجي تقول لي نتايا راك بنت 15 في العلاقات ومن راتب السياسية باش يتزوج تشوف مولا 18 وشوف الأب ديالها يكون هو اللي حاكم في الأسرة وشوف العفة ووطنها تعرف بأن عندها ديك الأفكار ديال سميتو تيبدا يقول لك 18 باقا 14 صباح واش انت بيدوفيل اش من بيدوفيل روك ترى دابا 12 عام هاهي السيدة تتشكي 12 عام غير قولوا كاع هادشي هذا 12 عام وبدات الفساد والنصائح اللي تيقدموا لها البنات يقولوا لها عطي وصلها وجلسوها من القرايه ايوا الا جلستيها من القرايه ما غاديش تولي سترونغ انديبندنت دابا تنتوما وليتو رجعيين وليتو شنو نتوما تحسبوكم سلفيات وحدا متبرجه وكتقول لي جلسوها من القرايه الا كنتي كتقول لي خصها تعيش الحريه ديالها وتعيش حياتها ايوا خليها تعيش حياتها دابا هي تخسر كلشي يعني بنت عندها 12 عام وبدات إذا شفنا هذه القناة هذه ديال ريد بيل وهي أشهر قناة في الوطن العربي يعني أقدم فيديو فيها غنلقاو إليا أنو يعني نديرو قاعد مازال خاصها شهر مثلا وتولي دوزون حنا نحسبوها دوزون نحسبوها سيدي عامين هذا أقدم فيديو في قناة الأخ نجيب عامين وعامين ونوضتو عليها هذه الحيحة كاملة فما بالك مهنا 60 عام مثلا النسوية 60 عام دابا وهي جالسة تخرب في المجتمع كاع ما ناضو يغوتو ويكتبو ويهضرو على هاد السيدة اللي مضات عليها الدوال هذاك الشيء كاع ما تيهضروش عليه واد الاعلام اللي جالس تيميع في الرجال وجالس هذاك الشيء ما تيهمهمش دابا ملين بدات المصالح ديال المرأة تتقاس كلشي نايض تيهضر كاينين شي وحدين هضروا بحياديه وكاينين اللي بداو يتهكموا لانهم كما قلت راه تقاسوا وتقرصوا وهذا اللي قلت القناه ديالو عنده شي فيديوهات حتى هو زوينين حاولوا تضربوا طله هذا الفيديو ديال هذا اللي استر ديك العاهره هاد الشمايت هادو هما اللي خصهم ينقارضوا بحال هاد النوعيه هادو اللي تيبغي يدير الاجر تيشوف الطرف والصدر تيقول لك بغيت ندير الاجر ونسترها وهاد الفيديو على هادي اللي تزوجات مصري وبهدلها هانتوما دابا اقدم فيديو حتى هو عنده في القناه إليا دو سمين اش يلا السيد يلا بدي تيدوي منوضين عليه الحيحه يلا جو سيمانات يلا تاب فرمضان دخل الحبه الحمراء المهم هذا راه قديم ماشي ما كنت نقول لك انا القناه يعني باش خرجت الافكار للعالم في هذه القناه هذه الله دو سومين ومنوضين الحيحه والسينيات تلقى الفيديوهات تيطيروا العباد الله حاولوا تضربوا طله في القناه وشوفوا هذا الفيديو هذا تتهضر فيه ديك الراقصه مايا هي اللي تعطيهم الدروس اللي موافقه لثقافتنا وهويتنا الاسلاميه الريد بيل هي اللي داخله على ثقافتنا وهويتنا المحافظه الاسلاميه المتبعه للمذهب المالكي انت ضربت الله في هذا الفيديو هذا تشوف هذيك اللي تعطيهم الدروس كاينه هي وكاينه غيرها بزاف وشوفوا هذا الفيديو هذا نسمعكم من نوشي نويطة السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمه الله دخل الجامعه يا بنت العبد الفيديو نتمنى تكونوا بخير وعلى خير معكم اختكم رابية شنو الطريقة اللي تنديرو باش نطبقوا هاد الوصفة هي سهلة ففي اي وقت كنتي غتعطي الزوج ديالك يشرب شي حاجة اي لحظة كان يشرب شي حاجة كاس يشرب شي حاجة اي لحظة كان يشربها ففي اي وقت كنتي غتعطي الزوج ديالك يشرب شي حاجه اي لحظه كان يشرب شي حاجه كاس ديال الماء عصير اي حاجه كتاخديه وتدفلي فيه ثلاثه ديال الدفلات وتتقولي ثلاثه ديال المرات افلان ولد فلانه شربت طريقي اللي قلتها تبع طريقي افلان ولد فلانه شربت طريقي اللي قلتها تبع طريقي هذه هي القرايه اللي كتقول هذه القرايه دايره لهم موعظه سير الله يلقيها لك
هادشي هذا هو اللي موافق لثقافتنا، هادشي ما تيهضروش عليه، والمشعوذين راه كلشي عارفهم، والشوافات هذاك الشيء كامل، خصك تضرب الطم، عرف واسكت. ومنين نهضت هاد الثقافة هادي تقول للدري يلاه ديها فراسك تانتايا، نهضو كاملين تيغوتو، ما حملوناش.